المسلمين لهم عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل عيد من هذين العيدين يأتي بعد أداء ركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر يأتي بعد ركن الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد أداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. فهما عيدان للمسلمين، ليس هناك أعياد غير هذين العيدين للمسلمين من الأعياد البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلى المسلمين أن يتقيدوا بهذين العيدين، وأن لا يزيدوا أعيادا بدعية كما هو عند الآخرين، أخذا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، واقتصارا على العيدين الشرعيين للمسلمين.